هذا هو اللاعب محمد السهرتي أو السحرتي من مصر، هو الذي سيكون آخر لاعب على هذا الجهاز، وهو صاحب الميدالية الذهبية في الفرد العام يوم أمس. طبعا السحرتي يستعد للبداية بمقص من المجموعة الأولى، ثم حركات الفلوب أديها من غلطات تذكر، ثم الفلوب الثاني اللي هو من المجموعة الرابعة وصعوبة إي، ثم دورات الروسية، انتقال أمام ماليار ورجوع شيبادو، ثم سقوطلي ولفة على مقبض واحد ويستعد للخروج. إذا جملة كانت موفقة للمصري محمد السحرتي، وهناك بطبيعة الحال هو صاحب أفضل أداء حتى الآن بالنسبة لهذا الجهاز كابتن عبد المجيد. طبعا هو مجموعته يعني كانت نظيفة، ما فيش غلطات كبيرة تذكر، ودرجة الصعوبات فاني عالية، نقطة الابتدائية عالية على اللاعب اللي من قطر. إذا أقوى الجمل الحركية التي قدمت من هذا اللاعب المصري على هذا الجهاز. هناك ننتظر اللاعب المصرية الأخيرة آية محجوب، وهناك بطبيعة الحال هو المرشح بقوة للفوز بالميدالية الذهبية على صعيد هذا الجهاز. طبعا اللاعب السحرتي معروف، هو مؤهل لتمثيل العرب في اولمبياد، مش العرب، افريقيا، ولكنك نعم. عربي راح يمثل العرب في اولمبياد لندن، ومعه اللاعب يعني ابدع في الفرد العام، ابدع في قياده مصر للميداليه الذهبيه على مستوى الفرق، لاعب يستحق التقدير والاحترام نظرا لمستواه العالي في الجمباز، وهو سعيد للغايه بهذه الانجازات المتتاليه. طبعا نعم، طبعا اللاعب السحرتي شاب يعني ما يتجاوزش عمره 22 سنه، ويعني كان من اللي كان في مع كاتيجوري جونيور، كان ظهر بمستوى عالي وكان منتظر. نعم. مركز أول، ميدالية ذهبية مستحقة لمحمد السحرتي من مصر 13.725، إذا إنجاز كبير لمصر.